زين، نبي ندرس اليوم الديكودر. زين، الديكودر شنو فكرتها؟ الديكودر فكرتها ان عندي صندوق مثل هذا، زين، داش له ان انبوت، فعليا ان زائد واحد، لان الواحد هذا انيبلر. شفتوا هذا انيبلر؟ شنو انيبلر؟ يعني شغال ديكودر مالك ولا مو شغال؟ يعني يا يس يا نو. يعني اذا مو شغال يعني ما راح يشتغل. مثل شلون جهاز كمبيوتر يا شغله ما شغله، فهذا يسمونه الانيبلر. فهو يعني مجازا نقول ان انبوت، الاوتبوت 2 تو ذا ان، يعني منو اكثر؟ يعني انبوت اكثر ولا شكله كنا عكس المالتيبلكسر. مالتيبلكسر وايد انبوت واحد اوتبوت، هني لا، هني شويه انبوت واوتبوت وايد، اوتبوت وايد. فكره الديكودر كالاتي: الرقم اللي اكتبه هني بالباينري هو اللي راح يطلع لي منه اوتبوت بس. يعني شلون؟ يعني خلينا نفرض ان انا عندي ديكودر بالشكل هذا. اذا عندي 1 2 3 وهذا انيبلر اي ان، كم الاوتبوت؟ صح، 8. بادي من الصفر ل7، سليم. وهذا 0 1 2، سليم. البورت نمبر لما انا ادخله 1 0 1، كم الرقم هذا بالباينري؟ ايه 5، يعني خامس واحد 0 1 2 3 4 5، هني بيعطيني واحد والباقي كل اصفار. هاي فكرة الديكودر. الرقم اللي اكتبه هني بالباينري هذا الانبوت، ها هذا رقم البت. لا تحسبون انا عبالي تخاف تعبالينا هذا، don't confuse yourself. هذا الرقم اللي اكتبه، مثلا لو كتبت هنا 0 0 0 بيشغل لي هذا بس، وهذا يروح. لو حطيت 1 1 1 بيشغل لي اخر واحد، بيطلع واحد هنا والباقي كله اصفار. ماشي؟ هاي فكرة الديكودر، سهلة. ديكودر ديكود يعني تحطون الرقم بالباينري، it's decoded to one of these. Only one have to run. صندوق مثل هذا نقدر نبرمجه، اقصد نبنيه، نقدر نسوي شيء مثل هذا ولا صعب؟ نقدر. خلاص احنا مهندسات، احنا صح نقدر نصمم اي شيء. شلون نصمم شيء مثل هذا بالجيتس؟ اول شيء ندرس البيهيفير مالها. زين، شنو البيهيفير مالك؟ شنو البيهيفير مالك؟ كم انبوت عندك؟ 3 والانيبلر الرابع. زين، اوكي، فعندي انيبلر، عندي x1 x2 x3. انزين، كم اوتبوت؟ 8 صح؟ فعندنا خلينا نقول f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 بس، بادي من الصفر، سليم؟ انزين، هذا متى يصير ب1؟ صفر 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 واحد. ايه، لان اذا هذا صفر كله مصفر صح؟ انزين، هذا متى يصير بواحد؟ هذا لما يصير هني 1 0 0 1. اقدر اكمل الجدول؟ راح يعذبني جدول طويل، بس اقدر اكمله ولا لا؟ اقدر اكمله. كوني كملته اقدر اطلع المين تيرمز. كم مين تيرم عندي؟ على كل واحد فيهم لازم مرة يمر عليه، فثمانية، ثمانية من ترمز. انزين، الجدول مع من ترماته كلها موجودة هنا كاهو. زين، طبعا ليش حاط اكس اكس؟ لان المؤلف بيوفر ورق، لان دائما اصفار على اي شيء يكون هنا، يعني 0 1 1 0 0 0 1 1 كل شيء. يعني مو احنا متفقين انه 4 وحدات 4 اصفار؟ انزين، الاربع اصفار النتيجه كلها واحده، كل شيء مهما كان، هذيل مهما كان دائما هني شنو؟ دائما اصفار. فما له خلق يكتبهم المؤلف، حط اكس اكس. انزين، فالحين هذه 2 تو 4، هذه اسهل من اللي انا سويتها. انا 3 تو 8، 2
2 to 4 هاي الرسمة مالتها. شوفوا الانيبلر سويت بالانيبلر، دخلتها على كل اند جيت شفتوا، فلو صارت هذه زيرو الانيبلر زيرو ايش بيسوي بالاند جيت؟ بيطيرهم كلهم اوت. ليش؟ قاعد يغذيهم كلهم اند ودخلتي زيرو ايش يصير فيه؟ مع السلامة يطير. فالحين هني اول واحد واي زيرو متى يصير ب1؟ لما ادخل له نوت دبليو زيرو نوت دبليو 1. شفت النوتات الاثنين داشين عليه؟ كاهي نوت نوت، لان هذه يترجم اول سطر، اول سطر شفتوا. الخلاصه اللي داخل المربع هذا مو سر، مو سحر، اقدر اسوي. انزين الحين عرفنا شلون نسوي هذا، تمام صرنا شطار. الحين اذا نبي نبني، الحين هاي كلها مسائل هندسيه، يعني الحين شلون نقدر نبني 3 to 8 باستخدام 2 to 4. It's not big deal. Enabler حقهم اثنينهم، وحطينا هذا، هذا شفتوا هذا، هذا يا يسوي enable حق اللي فوق يا enable حق اللي تحت، وهذا اللي يتحكمون فيهم. زين يعني طريقة التركيب، شلون اركب شيء باستخدام شيء ثاني؟ يعني انا اقدر ابنيها من اول from scratch مثل ما انا سويت مثال 3 to 8، بس اذا عندي already blocks شلون ليجو استخدم building blocks ابني شيء اكبر منه. That's it. انزين هذه مسألة بس يعني تتمرن عضلاتكم، اوكي؟ يعني في مثل مسائل ثانية هني. This is another example, this is another example. انا ممكن اجيب لكم مثلا example بالامتحان واقول لكم ابيكم تصمموا لي، ابيكم تصمموا لي decoder، اوكي؟ 3 to 16 with enabler using all the circuits and show all your work 3 to 16. كذا ياخذ منكم وقت. شفتوا 3 to 8 كذا اخذ وقت مني؟ 3 to 16 كذا ياخذ منكم وقت. عاد في بنات راح يسوون شنو؟ يسوون سمول بلوكس يستخدمون. انا بفتح السالفه ما اقول لكم، يعني عادي تستخدمون 2 to 4 عشان تختصر وقتكم، او بعضكم راح يحلها بيده. ها؟ تقدرون تاخذ 5 دقائق تحاولون تحلونها؟ 3 to 16.